علا، شو هي الشخصية اللي موجودة، شخصية الرجال اللي الست لازم تهرب منها لما تشوفها، أو أنت ولا يمكن تتعايشي معها أبدا ولا تسيري الوضع ولا شيء؟ اللي عينه زايغة. أوكي، هيدي أكتر يعني حنفضل هربانين حنفضل نفشانين. لا لا، اسمها عيشة سودة تبقى، يعني أوكي. عارفة تبقى عيشة سودة يعني. أوكي، يعني انا موافقه ان الراجل يبقى ليه نزوات كده، خطفات كده، عارفه، اخطاء كده كل فين وفين، انما اللي عينه زايغه ده اداء حياه. وبعدين اسلوب. تلاقي الست بقى اللي معاه بعد كده بتبتدي اصونه كرامتي، طبعا. فبتبتدي تتقوقع. فمره شفت موقف قدامي، الواحد برضو الحاجات اللي بيشوفها في حياته وهو عايش كده هي اللي بتخليه يقول يقدر يحتمل ايه وما يحتملش ايه. فكنت في السخنة عندي في البيت وعازمة ناس، وبعدين جارتي موجودة على المية على البحر واحنا قاعدين كلنا، ففجأة لقيت ست من وسطنا كده انسلخت وطلعت قعدت فوق في البيت. فسبت الناس وخرجت من القعدة وطلعت لها، قلت لها انت ليه مشيتي وسبتينا وقاعدة هنا لوحدك؟ فقالت لي لا لا لا، معلش انا مرتاحه كده اكتر. قلت لها بليز، عشان انا هضطر ابقى معاكي سايبه يعني. ضيوف؟ لا مش ضيوف، هي اللي ضفتي، هي وجوزها هم انت اللي سايبه ضيوفك؟ انما جيراني بقى متجمعين عشان انا موجوده وكده على الميه كلنا مع بعض، ده مش ميعاد بينا. اوكي. فقلت لها لا، عايزين نخرج فانا كنت شايفه ان جوزها بيعاكس شويه جارتي، فهي عارفة طبيعة جوزها، فقررت انها لما بتشوف ده او تشوف ان هو عنده المود ده تنسلخ من المكان وتروح تقعد زي ما عملت، وتفضل قاعدة لغاية بالليل في البيت لغاية لما هو يرجع. بس انا بالنسبة لي ده يعني شيء كتير مستفز صراحة. بعد كام سنة بقى جواز الكلام ده؟ بعد 16 سنة. بقالك 16 سنة محتملة الحياة بالشكل ده؟ فكان ردها انها لا، هي شافت فلسفه اخرى، انها ما بقتش تتضايق لانها ما بقتش تشوف. بس قد ايه مات فيها اشياء بتصير هيك؟ طبعا كل حاجه ماتت، كتير كل فيها. حاجه ماتت. عشان تقولي عشان انا ما بتضايقش لما اجي اقعد هنا، لا، انت كم مره طلعتي قعدتي في البيت لوحدك وتخيلتي في اللحظه دي هو ممكن يكون بيقول ايه او بيعمل ايه، وتوجعتي قد ايه لدرجه انك تبلدتي؟ ما هو الست اللي انا بكلمك عنها دي من الفلاحين، اهلها طول الوقت كل ما تتخانق مع جوزها يصالحوهم، ياخدوها يرجعوها البيت ويصالحوهم. فهي بقت بالنسبه لها المشوار ممل، هقعد الم الشنطتين ويرجعوا يرجعوني. فبقت تقول ايه، انا هبطل ازعل وخلاص اعيش لولادي وبصير في فلسفه التعايش مع الموضوع، كبري عقلك، ما تهد البيت، غلطه وبتعدي. بيت مين ده؟ مش ما بعرفش. على طول الست بتتحمل وفي الاخر هتموت ناقص عمر، يعني هتموت عندها. هي ممكن يعني ربنا يديها طول العمر، بس هي اكيد ما انا عايشه العيش الحقيقي اللي هي عايشه، بدها تاخد برأي بكرامتها. احمد انا لازم بقى اطلع كل ده، يعني اعمل ايه؟ مضطره. انت بتعملوا كده انتوا بين الستات صح؟ مين اللي بنعمل؟ مين اللي في ستات عينهم زيغه؟ عشان انا ما اكون بقى جاي على الرجاله. والله بصي بصي هو جمله الـ 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 لو على الراجل عينه زايغه فاعتقد ان العيب هتبقى في اللي معاه، ولو هي عينها زايغه اعتقد ان هيبقى العيب في اللي معاه. مش بالضروره والله. لا لا طبعا، لا لا اسمعي بقى اللي بقول لك عليه. لا، الراجل ساعات دايما بتلاقي الراجل اللي عينه زايغه ده دايما تلاقي تبص الناحيه الثانيه، تلاقي تقول بقى مراته هتبقى وحشه. لا لا بل بالعكس، لان اللي عينه زايغه هو اللي بيحب الستات، او الست اللي بتحب الرجاله اللي عينها زايغه، لان في ده وفي ده، في راجل وفي ست عينها زايغه. هو في الاخر ايه، بتستطعم الاشياء. يعني ده حد صاحب مزاج، صاحب بيحب ياكل ده مثلا اكله حلوه. أيوة دايما ده جميل، ده جميل. دايما الراجل بس اللي عينه زايغه تلاقي الست مراته على الفرازه، ما هو لما اختارها يتجوزها هو مش شرط اختارها بيرفكت. ثانيه واحده، هو مش شرط الشكل. فاهم قصدي؟ هو مش شرط الشكل. تلاقيها ست جميله. صح، مظبوط. لا لا، مش شرط راحت البيل وراحت البيت وراحت. مش شرط. بصي الفكره ممكن يبقى معاها واحده قمر بس، وبعدين
والعكس صحيح. ايوه بس انا واحد بشوف ان طول الراجل بس وبعدين أوكي. لو الراجل بقى معاه واحده ست حلوه جدا وبعد ما اتجوزها اكتشف ان هي شكل بس خلاص، طب ما انت عندك الحريه انك تسيبها وتمشي، ما فيهاش حاجه مش عيب. يعني ايه اللي يضطرك انك تخون؟ الخيانه صح، يعني قاعد الا اذا كنت بتحبها، والا اذا كنت مش مستعد. انت بتعممي ثانيه. لا انا بتكلم عموما فكره اللي عينه زايغه بصي ومعاه زوجه بيحافظ على وجودها، اللي عينه زايغه. ما انا هقول لك اصبر، بقى لك 16 سنه بتخون مراتك. واي في عيال؟ ايوه. طب ما خلاص ما مش في عيال. قاعد عشان العيال؟ اكيد. ما تقنعنيش ان في راجل زي ما تخيلي بيقولوا هيك انه ما راح نهدل في حجج. لا 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 مش حجج. لا لا استاذ حجازي، هل لديك ما تقول في هذا الحوار الساخن؟ والله انا افضل ان انا امتنع عن الكلام. افضل انا اغني بس. هم قالوا كل حاجه يعني بصراحه. الله يخليك. ده العشاء. بس انت بتحس الست مظلومه؟ وطبعا مرات ظلم الست بيجي من ست، مش بيجي بس من الرجال. مرات ست بتظلم ست لانه الست بتبقى مظلومه في وضع زي دوت، والراجل بيبقى بعد ساعات بيبقى مظلوم بقى. بيتفهم غلط. بيتفهم غلط احيانا كتير. بس انت والله احمد انت لا انا ما بخونش والله على ما اقول شهيد. لا